السلام عليكم ورحمه الله متابعي قناه القليطره المدينه، مرحبا بكم على هذا الفيديو. اذا حنا في السكنيه حدا مقهى الاسكندريه، نمشيو ان شاء الله ندير واحد جوله مطوله من هنا حتى الساحه الكبرى بلوفالون. غندوزو في طريقنا على شوارع محمد الخامس، مولاي يوسف، الامام علي، لافيلوت، وشارع حمام الفتواكي. يلا نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساو ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمه الله.
عندي واحد طلال تما ورجع يلا وقيلا غتكون صوتي لك صوره لك الجال من هكا إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يعجبكم، لا تنسوا ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.